التاسعة صباحا من أونلايف، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة في بيانها 16 حول عملياتها الشاملة القضاء على 30 تكفيريا وخلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 6 عناصر تكفيرية. وجاء في البيان أن قوات إنفاذ القانون نفذت مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال، إضافة إلى القبض على 345 فردا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة وتدمير عدد من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء واكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات. يستقبل الرئيس السيسي نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة مصر ليوم واحد، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو مواصلة التشاور بين الرئيسين. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب السيسي عن تمنياته للشعب الروسي بالمزيد من التقدم والازدهار، كما أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تطويرها وتعزيزها، وذلك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. أظهرت النتائج الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو 76% من الأصوات، وذلك بعد فرز 99% من الأوراق الانتخابية. شكرا للمتابعة، في أمان الله.